الحو محامي خبير في القانون الدولي للهجرة ونزاع الصحراء. تأتي هذه الندوة في وقت حساس وفي ظرف دقيق، لأنه أولا ضروري أن تجيب على طبيعة السياسة المغربية الجديدة في إفريقيا، خصائصها، إطارها، والأهداف من وراء تطبيق وتنفيذ هذه السياسة واتخاذ قرار من أجل هذا الشق. السياسة المغربية الجديدة أولا تمتاز بالتنوع، تنوع من حيث ما يعرضه المغرب في إطار الشراكة من أجل التنمية مع الدول الإفريقية، ما يعرضه في الجانب الاقتصادي المتنوع، وثانيا على المستوى السياسي، بمعنى أن نتحدث عن العائد السياسي من وراء الاقتصادي، أي أن المغرب يريد المرور عبر الممر الآمن وعبر الأمر الضامن لنجاح السياسة عن طريق الاقتصاد، باعتبار أن كل تكامل على المستوى السياسي سيلحمه، سيحيكه وسينسجه الاقتصادي وسيثبته ليستمر لمدة طويلة. غالبا يطبع المواقف الإفريقية أنها وقتية وأنها ردات فعل وأنها لا تستقر طويلا، وبالتالي فإن المغرب يريد أن يعتمد على الجانب الاقتصادي لتثبيت هذه المواقف. صحيح أنه لا يمكن أن نتحدث الآن عن النتائج السريعة وبعجالة، ولكن المغرب يستهدف هذه المواقف السياسة على المستوى المتوسط والبعيد، باعتبار أنه يدشن حتى هذه السياسة انطلاقا من المواطن الإفريقي، من المواطن، من الفرد الإفريقي، لإعطاء الشرعية للتواجد المغربي، بالإضافة إلى انتماء الإفريقي، فإنه يعتمد على المسائل الروحية والدينية، وأيضا عن طريق المبادرة للتنمية البشرية التي يعمد إلى نقل التجربة المغربية في ذلك الميدان. إذن هذا التنوع وهذه الخصائص من شأنها أن تعزز الحضور المغربي، أن تعزز التموقف المغربي، وأكيد أن المكاسب وأن المكسب السياسي سيأتي قريبا، سيما وأننا نتحدث عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وستبرز نجاعة هذه السياسة عندما نتحدث عن اللائحة التي تساند العودة المغربية. شكرا.